كلنا دانات تتلى لكنها سراج. وان جيتهم في البار هم صافوة الشجعان فرسان لعبيا ولطويسة وكحلال هواهم المقناص ويا الابل والشعر صانوا لنا تاريخ قد من فعلهم شان. احنا احنا اهل البحر اهل البحر فينا الوفا من زاد انحب انحب ديرتنا ديرتنا ونعز كل الناس. احنا احنا اهل البحر اهل البحر فينا الوفا من زاد انحب انحب ديرتنا ديرتنا ونعز كل الناس. من يلتقي فينا يلقى معاني الطيب ومن جود طيبتنا يتعطر الأحزان. يلقى معاني الطيب من جود طيبتنا يتعطر الأحزان. يا سار يا محلاك تزيني في العالي تزيني في العالي مرضين وسمها الخير ما غيرها نوالي عز وشموخ ومجد قولي لكل الناس هذا الوطن غالي هذا الوطن غالي. مساكم الله بالخير بالإيمان وطاعة الرحمن مثل ما عودناكم في برنامج السار. جايبين لكم اليوم معلومات وأسئلة وجوائز عديدة إن شاء الله مع زميلي وأخوي حسن. مساك الله بالخير حسن. مساك الله بالخير نيلة. مساكم الله بالخير مشاهدينا. أجواء جميلة نعيشها كل يوم معاكم في السارية في حلقتنا الخامسة. عصقين نيلة ما شاء الله الأيام تركض يعني وصلنا اليوم خامس رمضان. اي حسيت كنا امس قالوا لنا باكر رمضان. اي والله احنا اليوم خامس رمضان حاسه انه يعني الوقت كلش قاعد يمشي بسرعه. الوقت يمشي بس الحمد لله المكالمات ومع الناس والمسابقات والجوائز بعد الحمد لله قاعد تمشي مع الناس. واحلى شيء ان الناس صارت المعلومات راسخه في ذهنها وهذه اهم شيء عندنا ان هذه المعلومات توصلكم لان من القلب طالعه. طبعا مشاهدينا قبل لا نبتدي الاتصالات لازم بدايه حابين نوجه الشكر الجزيل لسيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد ال خليفه الداعم الاول للبرنامج وايضا الشكر موصول للجنه رياضات الموروث الشعبي وكذلك شركه بتلكو على دعمهم لبرنامج الساريه طيله هالشهر الفضيل. طبعا دعم جدا كبير واحنا نقدم
نقدر هذا الدعم. طبعا تعودنا مشاهدينا هاليومين ان ام هلال وين تكون بدايتها؟ تكون في العريش عند نسوان الفريج. خلونا نشوفها هناك ايش عندها في العريش ونرجع نشوف معاكم طباخ غبقتنا لليله وبنكمل معاكم ان شاء الله المسابقه. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا. الله يمسيكم بالخير. الله يسلمك. الله يعافيك. يعطيكم الصحة والعافية إن شاء الله. الله يعافيك. الله يعافيك. قولي. شلون يا بنات؟ شل قبقة الليل إن شاء الله. القبقة اليوم شاي وشوي، شاي وشوي أقول لك. اليوم التريد مال الأول. سلام. يا سلام. وردي الهريس. يا سلام، عاد الثريد تقصدين ان اللي على الخبز الرقاق؟ نعم، على شلون يسمونه الثريد الا اللي على خبز الرقاق؟ هذا البحريني الثريد اللي على اصوله. نعم، اللي الخضره من كل ازغه، البوبر والقرع والبيديون والبوميه. يا سلام، والبصل والطماط. الصلاه على النبي محمد. اللهم صل وسلم عليه. ونسيت بعد اقول لك، ها الحين بعد بيتي رونا بيجيبون لنا نقصه. نقصه؟ نعم بيجيبون لنا نقصه معروفه عاد نقصه رمضان. نعم اي نعم نقصه رمضان معروفه. هاج يا اما الناقرس الطوبي ولا معطش ولا القيموت ولا النهوه خنفروش ولا العسليه السوقو البلاليط. يا سلام على نقصات رمضان. سلم يا سلام سلم. بعد ما يحضر حكي هذه نقصتنا وهذه حلاوتنا الاول. نعم رمضان. الصلوات على النبي محمد. يعطيكم العافيه. شلون شلون ثريد الاول، ثريد الاول بخبز الرقاق العدل. وخبز الرقاق ترى يسوونه عندنا في البيوت. نعم في البيوت. هل البحرين؟ ايه نعم. البنت بنت والمرأة مرأة هم اللي خبزونه. وهذا للحين ما انقطع يا مولاي. للحين ما انقطع. ما انقطع. اي للحين موجود. يا زين سلكنا ايه ودلنا. ايه دلنا دل عليك دل العرب يا زين تستاهل. تستاهل. اي نعم عليك بدل العرب يا زين تستاهل. تستاهل يا سلام. اي نعم. اي نعم. ايه بنيوتك الصالونة خوثرة. القرعة إيه البامية إيه البوبرة إيه عرفتي إيه. والألوة إيه 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 الولم العلولم العلولم شاي وشوي. سلام. شاي وشوي. إيه نعم مرادنا إيه. أنتو تذكرون نعم. إيه نعم خساي الأول. إيه نعم وسنعهم سنعهم وطباخهم اللي إيه. لخنة دبنة. إيه نعم نعم الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله رب العالمين. هذا البنيات بعد اشتاقنا كل واحد يعطيهم أيوة الصحة والعافية. آمين يا رب العالمين. اي أيوة والله يعطيهم الصحة والعافية جميعا. ما شاء الله متواصلين معاكم مشاهدينا من برنامج السارية والظاهر اليوم الهريس والثريد. يا سلام يا سلام رايك؟ اليوم الطباخ غير إيه؟ بس بقول لك نيلة ما شاء الله امس في تواصلي مع الناس وقنوات التواصل إيه؟ الاجتماعي الكل يسال عن السمك وعن الصافي وعن المحمر يقولون شهيتونا صرنا نبي ناكل. على جواب المعروف احنا كلنا كنا انتم ماكلين. اي والله المفروض هم اللي يقولون لي بس ما شاء الله الطباخ كان وايد حلو. اي طبعا مطعم داعوس هذه الطبخ من عندهم ما شاء الله يعني شيء عدل. اي عاد من هم الاكلات الشعبيه إيه الجميله. طبعا اكيد طبعا شفت انا امس ترى إيه؟ على فكره اليوم لا اليوم منزل إيه؟ الناس ما شاء الله كلهم داشين عليه ويسالون عن السمك. يا سلام فنشكره اكيد مطعم الداعوس بالاكلات الشعبيه جدا جميله منه صراحه. اكيد واحنا نحب اكلنا يعني احنا البحرين معروفين ان احنا حابين نتمسك دائما في اكلنا. طبعا البحريني اللي طعم غير مثل ما قالت ام هلال. صح. ايش رايك حسن نذكر المشاهدين شنو هي آلية المسابقة او شنو هي مسابقتنا بالضبط؟ طبعا اكيد احنا دائما في كل ليلة في برنامج السيارية لاي متصل يتصل علينا او يختارونا طبعا عن طريق الكنترول روم في ثلاثة اسئلة. اول سؤال بيكون بمدة 30 ثانية والجوائز النقدية تكون مقدمة من شركة باتلكو ب100 دينار. السؤال الثاني ايضا 30 ثانية
300 دينار. أما السؤال الثالث أغلب الأحيان ما تكون هناك وسيلة مساعدة للأسف. يكون بقيمة 500 دينار والوقت 20 ثانية. وللأسف إذا خسرتوا في السؤال الثالث ما ترجعون لل 300، ترجعون لل 100 دينار. طبعاً كل متصل يكون معاه ديرة، وهذه الديرة مثل ما عودناكم أم هلال تفرها، والديرة هي نفسها البوصلة، بس كانت هي الديرة البوصلة القديمة اللي كانوا يستدلون فيها النواخذة أيام قبل على أيام الغوص، وفيها 32 اتجاه. إحنا أخذنا الأربعة اتجاهات الأساسية، الياه اللي هي الشمال، المغيب اللي هي الغرب، وأخذنا أيضاً المطلع اللي هي الشرق، وقطب اللي هي الجنوب. هذه الديرة راح تكون مع كل متصل بإذن الله مع أم هلال تفرها، عشان نعرف شنو هو نوع السؤال أو شنو هو السؤال اللي راح يطلع لها. فعلا فعلا، طبعا هذه كانت نوعية المسابقة وشون تشتركون معنا وشنو الأشياء اللي إن شاء الله بتشوفونها. أسئلتنا متنوعة، بتكون في البحر، في القناص، في تاريخ البحرين، حتى في الفنون الشعبية والأزياء وبعض الحرف والمهن. ففي تنوع جدا عديد إن شاء الله من ناحية الأسئلة. بإذن الله أسئلتنا تكون خفيفة عليكم، تقدرون تشاركون معنا إن شاء الله. مشاهدينا، للمشاركة في مسابقتنا يتطلب منكم الدخول للموقع الإلكتروني الظاهر في أسفل الشاشة، تسجلون في بياناتكم الاسم الكامل، رقم الموبايل، الرقم الشخصي، وبإذن الله راح تكونون من المشاركين ويانا وبنتصل فيكم بإذن الله. نيل الكل يكون ربحان معنا. ملحين خلونا نشوف سؤال مسابقة السيارات وطريقة المشاركة، وراجعين مع السارية. الخليفي بدا زين المثايل، هيضه نوض براق ينوض، بارج في ثقيلات المخايل، سامر بالدجا برقه عروض، ينثر الغيث من وبله همايل، راسي واني مشيه يروض، جعل يسقي لنا ذيك المسايل، من بلادي ويروي كل روض، دارنا وامنا دار الحمايل، كل دار سواها ما تعوض. للدخول في السحب على جوائز السيارات في برنامج السارية، أرسل كلمة موروثنا عبر رسالة نصية قصيرة SMS عبر الأرقام التالية: باتلكو 94444، زين 94499، STC 88880. تكلفة الرسالة 500 فلس. أم هلال، حيا الله أبو الوجه الصبوحي. الله يا سلام، ويا زينها الابتسامة. بس احنا مرتاحين لان انت ما تبطين علينا على فكرة، ها؟ ايوه انا شي مرتاح. صدق حسن. مشاهدينا طبعا شفتوا السؤال اللي أهلكم لدخول السحب على السيارة. السؤال فقط لازم تعرفون من هو قائل هذه الأبيات. وطبعا حابين نذكر الفائزين في المسابقة ان استلام الجوائز راح يكون عن طريق لجنة رياضات الموروث الشعبي. طبعا الحين بنبتدي معاكم مسابقتنا ان شاء الله، وبنستقبل اول مكالمة معانا. فايزة مساء الخير. فايزة، الو. نعم، مرحبا، مساء الخير فايزة. السارية معاك. مساء النور يا هلا. مرحبا، مبارك عليك الشهر. مبارك علينا وعليكم. الله يخليك. وصلنا خامس يوم فايزة، شلون الامور؟ ان شاء الله سهالات. الحمد لله طيبين. الحمد لله. والمسابقة معاكم؟ الحمد لله. الحمد لله وايد، انا يعني احنا مستانسين مع المسابقه. الحمد لله. اهم شيء ان تكونون مستانسين وانتم قاعدين في البيت. فايزه، اي نعم طبعا. نعم، نروح عند ام هلال مع الديره ونشوف الديره وين ترسيج. اي يلا يا فايزه. يا هلا يا فايزه، ما دام انت حياك الله حبيبتي، ما دام انت مستعده وجاهزه نشوف الديره وين بترسيج. شوف الديره يا فايزه وين بترسيك، وين تهجين نيله؟ ان شاء الله حظنا وياكم ان شاء الله. انا احس في الياه، ما ادري. امل لا قطب.
عكس اليوم. عكس اليوم. فايزة ما شاء الله ما شاء الله فايزة الحمد لله أول مكالمة يا حياتي تستاهلين مبروك مشكورين طلعت لك السارية بخمسة تذكر الدعوة تذكر الدعوة شكرا 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 مشكورين هذه بداية خير ما شاء الله بداية خير يا فايزة ألف مبروك عليك فايزة الحمد لله تستاهلين الله يجزيكم خير مشكورين يا حبيبتي فايزة وفازت ب 500 من البداية فايزة وفازت ب 500 تستاهلين يا فايزة وتذكري الدعوة حبيبتي يا مشكورة يلا نشوفك على خير فايزة ألف مبروك عليك الجائزة 500 دينار مقدمة من شركة بتلكو تستاهلين ايش رايك استفتحنا اليوم ب 500 دينار سيدة السارية بعدين انا بقول لك شكلك طمعان ان تبي الناس ازيد ها لا بالعكس ان شاء الله ناخذ مكالمه ناخذ مكالمه بس الالو عندك هالمره يلا ام هلال خذي المكالمه الو هلا هدى الو السلام عليكم عليكم السلام حياك الله حبيبتي الله يحييك مبارك عليك الشهر علينا وعليك حبيبتي هاي هدى جاهزه ايه ان شاء الله ما دام ان انت جاهزه نشوف الديره وين بترسيك يلا ان شاء الله اوه نشوف ان شاء الله تطلع لك الساريه مثل ما طلعت حق فايزه يا هدى لان احنا ما ندري متى تطلع احنا بروحنا نتفاجئ وين رست ما طلع فايزه مسامحه مو فايزه هدى ان شاء الله هدى تكون فايزه ان شاء الله هدى تعرفين وين ما طلع هدى هلا خليك معاي تعرفين وين ما طلع الا ايه شوفنا ايه صح إيه؟ ما طلع هي الشرق اسئلتك راح تكون عن الجمل طبعا مشاهدينا طبعا الاسماء تختلف من منطقه الى اخرى ومن قبيله الى اخرى وطبعا خبرنا الاسماء المتداوله والاسماء المتداوله في مملكه البحرين احنا مستشهدين من الاستاذ احمد معيوف الرميحي الله يحفظه فاسئلتك بتكون عن الجمل حلو الجمل اول سؤال الجمل في مرحله من مراحل عمره يسمونه رباع ايه لماذا اطلق عليه هذا الاسم اعطيك خيارات رباع ايه تعرفين ليش يسمونه رباع هدى ايه اعطيني خيارات بعطيك الخيارات الاول لانه معتدل الطول والقامه الثاني اذا صار عمره اربع سنوات ولا اذا صار عمره من ست سنوات الى سبع سنوات واضحه يلا هدى عمره اربع سنوات عندك 30 ثانيه اقول لك ردي فكري في الموضوع ايه عيدي له لانه معتدل الطول والقامه ولا اذا صار عمره اربع سنوات ولا اذا صار عمره من ست سنوات الى سبع سنوات ها الاخيره يا يمه ام الاخيره الاخيره عمره ست الاخيره شنو قولي بسرعه إيه؟ عشان ثبت ست سنوات الى سبع مثبت ست إلى سبع سنوات هو الجواب الصحيح يسمون الجمل رباع هذه 100 دينار مقدمة من شركة بتلكو ألف مبروك يا هدى الله يبارك مبروك عليك هدى 100 دينار وإن شاء الله أكيد بتوصلين معنا تستاهلين إن شاء الله سؤالي هدى أيضا راح يكون عن الجمل الجمل السؤال يقول شنو يسمون البعير اللي تراوح عمره بين سبع وثمان سنوات هل يسمونه سباع أم ثمان أم سديس البعير شنو يسمونه سباع ثمان أو سديس سديس الثالثة ثابتة سديس سديس نثبت 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 ونشوف أي نعم فعلا فعلا تستاهلين الإجابة صحيحة مبروك عليك 300 دينار من شركة بتلكو الله يبارك فيكم ها بتواصلين يا هدى ولا بتنسحبين لأن عندك 20 ثانية وفي نفس الوقت ما في خيارات اي بنسحب لو ها سحبين زين اي راعي النصيف سالم اي 300 دينار من شركة بتلكو
عليك بالعافية. عليك بالعافية يا هدى. 300 دينار المقدمة من شركة بتلكو. الانسحاب مثل ما قالت أم هلال راعي النصيفة سالم. زين الحمد لله. إيه؟ فايز ب 500 وهدى ب 300. إيه؟ هذه حلوة. يعني حتى الحين ما في أحد ب 100. إيه؟ معنا ال 100 حلوة. نشوف مكالمة جديدة. نشوف مكالمة جديدة. قول ألو. مساء الخير. ألو. ألو مرحبا. يا مرحبا. هلا والله. ريم شلونك؟ مبارك عليك الشهر. بخير بارك الحال. طيبين علينا وعليك ان شاء الله. يا سلام عليك. ان شاء الله تكوني جاهزه عاد. ان شاء الله يا رب. نيله ان شاء الله تقول جاهزه. تقول جاهزه. انا مهلال. اكيد طبعا. يا مرحبا مهلال شلونك؟ حياك الله حبيبتي. اهلا وسهلا. الشهر عليك مبارك. كانت ذكريات الصراحه. الله يسلم. الله يسلمك حبيبتي. ها جاهزه يمه؟ الله فيني يلا ان شاء جاهزي. الله ما دام انت جاهزه نشوف الديره وين بترسيك. بدنا الله يطيب. نشوف الديره. الياه ريم. يا مرحبا. الياه وين؟ الياه وين؟ الياه وين؟ البحر. اي وين, وين الياه؟ الاتجاه. الاتجاه وين الياه؟ الياه شمال. شمال. الياه هو شمال. بس انا دائما اسال هالسؤال واقول لكم ترى مو ذي سؤالكم. انا تعودت اذا سالت احد اقول مو نفس نيله. اي مو ذي سؤالكم. سؤالك راح يكون في امثال بحريه. اي نعم. حلو. طبعا احنا نعرف ان مجتمع البحر ترك لنا ارث وثقافه نفتخر فيها. بالاضافه الى الفنون اللي في البحر من اهازيج والفجري ترك لنا مجموعه من الامثال والاقوال زادت من مخزون الادب الشعبي احنا عندنا كبحرينيين. تعرفين ساعات البحرينيين يقولون في مثل متداول او قول متداول يقولون فلان خذنا بشراع وميداف. صح تقولينها ساعات تقولين حق واحد انت ماخذني بشراع وميداف. اي نعم. انزين شنو معنات لما حد يقول لك انت ماخذني بشراع وميداف؟ تبين شراع السفينه والميداف. تبين اعطيك خيارات من عندي اساعدك؟ الميداف يمكن المتداف يعني. لا سمعيني انا بعطيك خيارات بساعدك وانت اختاري منهم. لما احد يقول لك ماخذني بشراع وميداف يعني سفينتي اسرع من سفينتي، ولا لما تطاول علينا بالقول والفعل، ولا لما تسبب لنا بخساره ماديه ومعنويه؟ ليش ما سمعت ما كان واضح. خير الأمور الوسط. سفينتي أسرع خلاص. من سفينتي لمن تطاول علينا بالقول والفعل. خلاص الوسط. الوسط الوسط لمن تطاول علينا بالقول والفعل. نثبت لك. ألف مبروك. فعلا فعلا هذه 100 دينار. لما حد يقول ماخذنا بشراع وميداف يعني ماخذنا أو تطاول علينا بالقول والفعل. لا تاخذيني بشراع وميداف. لا ما باخذ. خلينا اكمل معاها. كمل معاها. نكمل مع بعض. نروح على السؤال الثاني ان شاء الله. ان شاء الله بعد بيكون في الامثال البحريه. السؤال يقول عاد يعني تدريت ان احنا بنزلك عشان تسالونا السؤال كلها بحريه. انت ما عليش. ان شاء الله بدايه خير. انا اتوقع ذي بتعرفين ان شاء الله. نواصل ان شاء الله. ها في مثل متداول في المجتمع البحريني وايد يقولون ناخذاوين طبعوا مركب. شنو طبعوا مركب؟ ناخذاوين طبعوا مركب. احنا ايش نقصد بهالكلام؟ يعني نقصد ان نقول حق الشخص انه ما يهتم للامور الجاده، او نقول حق الشخص اللي تدخل في شؤوننا، او تنقال عند اختلاف الاراء. اتوقع اختلاف الاراء يمكن. ثبت. اثبت. نثبت. ثبت. اي نعم نثبت على اختلاف الاراء. قالت 300 دينار. مبروك عليك. 300 دينار من شركه الله. بتلكو. الله يعافيك. بتواصلين ريم ولا بتنسحبين؟ عاد الله فيني لو واصل ام هلال. ها شوفي احنا قلنا السؤال الثالث ما عندنا مساعدات. ها بتواصلين؟ يعني هذه بيعتمد على ذكائك وفطنتك وشطارتك. ترى 20 ثانية ولا في وسائل مساعدة. شو رايك؟ فأنت شو تقولين؟ أم هلال يعني الله الله فينا. هاي أم هلال. هاي أم هلال دائما أنت الله الله فينا. طلبنا العون يعني والمساعدة. أم هلال ما بتردين لا يما. بس يعني الحين أنت بتواصلين لا بنت السحبين.
يلا نواصل ان شاء الله. يلا خير ان شاء الله. برويك ان شاء الله. ان شاء الله خير. سؤالك الثالث. اي نعم. ما زلنا في الامثال البحريه. اي نعم. ساعات احنا لما نقول حق الشخص اللي كلفناه بمهمه وما خلصها بشكل صح، او يعني ما كمل الشغله على اتم وجه، او مو مثل ما كنا نتوقع، نقول له هذه حد. شو نقول له؟ هذه حد يوشا. هذه حد يوشا، يعني مثلا اقول حق حسن هذه حد يوشك، ولا هذه حد يوشي. شنو معناتها التعبير؟ يعني يمكن حد نهايته، يعني قبل عجل ولا شيء كبير. هذه حد نهايته قلتي، اثبت لك يعني هذه حده. اي نعم. نثبت لها هذه حد نهايته. حد نهايته، حد عقله، حد عمره، حد سنه. نثبت لها هذه حد نهايته، نثبت لها الاجابه. صح مثل ما قلتي، يعني ما عنده شيء يضيفه. الف مبروك عليك ال 500 دينار تستاهلينها. لا ما شاء الله، من غير مساعده بعد وما افترت على ام هلال تساعدينا. مبروك عليك ال 500 دينار مقدمه من شركه بتلكو. الف مبروك. طبعا مشاهدينا خلونا الحين نتابع معاكم هذا الفيديو من الاستاذ المعد محمد جمال ومعلومات عن هذا السؤال، وراجعين ان شاء الله. مصطلح هذا حد يوشى نقوله عن الرجل الذي يحب يأدي لك خدمه ولكن لا تأتي على الشكل المطلوب، فنجد له العذر، نقول لي يعني هذا الرجال هذا حد يوشى مسكين اجتهد، لكن هذا حد يوشى بمعنى حد اجتهاده. لكن حد يوشي من المصطلحات اللي ورثناها من أهالي البحر، من البحارة، من المجتمع البحري القديم، تركوا لنا فيما تركوه كم هائل من المصطلحات. هذا حد يوشي. اليوش لو ألقينا النظرة على سفينة شراعية نجد أن طرف الشراع الأمامي يسمونه اليوش، والطرف الخلفي يسمونه دامن، والدوم هو الطرف العلوي. فحد اليوش أحيانا الهواء يكون ملائم يلينون على اليوش والدامن علشان الشراع ينتفخ أكثر فتنطلق السفينة. فإذا صار هذا حد يوش ما في مجال، يعني لأن حبل اليوش قصير فيقولون حق إنه خذ هذا حد يوش، ترى ما في زيادة دي. في نفس الوقت اليوش عبارة عن شنو؟ عن شحنة سفينة من الحصى. أول البحرينيين يبنون يستعملون الحصى البحري ويستعملون الفروش، فيجون حق حصاي صاحب سفينة حصاية ويقول لي أخوك عطني يوش، يجيب لنا يوش حصى من فضلك أو يوشين حسب يعني بنائك. زين يروح ذي في سقي وينطر الثبر ويكسر الحصى هو ربعه، يقص الحصى بالهيب وبالقلوله يقطونه على الفروش ويترس لك السفينه من الحصى ويبها لك. انت عقب ما يحولون الحصى تستقلل تقول هذه يوش، ها انا قايل لك يجيب لي يوش هذه، ولا يقول لك راعي السفينه يعني مبرر اللي حصل، يقول لك يا اخوي هذا حد يوشه بعد حمله اكثر تطبع، بمعنى السفينة لا تحتمل أكثر. هذا حد اليوش. وأيضا التعبير ذي من التعابير الجارية على الألسنة في المجتمع البحريني في الوقت الحالي. طبعا كل الشكر للأستاذ محمد جمال على هالمعلومات القيمة، وأمانة يعني أم هلال كان تذكرين حتى لما كنا نقعد في البروفات وخلال إعداد الأستاذ محمد جمال لهالمعلومات القيمة، أنا بالنسبة لي استفدت وايد، حتى في معلومات يمكن ما مرت علي قاعد أسمعها وأخذها بشكل جدا سلس، لأنه يوصل لك المعلومة أو المفردة الشعبية أو الفكرة بشكل سلس ويحببك أيضا في الكلام، لأن أهله. صحيح. أي والله. صحيح. أي والله. أي والله صدقت صدق، إحنا وإحنا قاعدين وياه تحس إنه يعني في بحر من المعلومات ما إحنا ما كنا نعرف عنها. وأيضا إن شاء الله المشاهدين هم نفسهم. إن شاء الله هذه.
يتواجدون أكثر وأكثر. صحيح، هذه أهم شيء عندنا. مشاهدينا خلونا نشوف معاكم لقطات مباشرة من العريش، وطبعا هاي الطباخ راح يكون جاهز حق غدقتنا الليلة، فبيعطيهم الصحة والعافية. فنشوف هذه اللقطات من العريش وراجعين لكم بإذن الله. الله على أجواء العريش، والله على اللقطات اللي موجودة هناك، والله على نسوان اللي موجودين هناك ويطبخون، والروايح اللي واصلة. مهلان أنت كنتي هناك بشري الهريس ضربينا صح؟ أوه بس الهريس؟ ها؟ ولا الثريد؟ ثريد البحريني؟ نعم اللي على أصوله. يا سلام باللحم عاد أنت عشقك الثريد. يا سلام. إيه مو بأي كلام. يا الخبز الرقاق البحريني بأيادي بحرينية. يا سلام خبزينة. الله يسلم هالأيادي يقول يا مين. إيه والله والخضرة. يا سلام القرع اللي إحنا نسميه البوبرة. بوبرة والقرع بوبرة. الأخضر والبامية والخير. يا سلام يا سلام, يا سلام. سلام. نرجع لكم مشاهدينا ومع اتصالاتكم، وناخذ الاتصال الجاي ونقول ألو مساء الخير. ألو مساء الخير عبد الله. ألو السلام عليكم. يا هلا ومرحبا، طبعا الاتصال باسم عبد الله بس اللي تكلمنا أخت عبد الله صح؟ اي وفاء. والنعم فيك وفاء، مبارك عليك الشهر. مبارك علينا وعليكم ان شاء الله. شلونك مع رمضان؟ وانتي بخير وصحه وسلامه، شلونك مع رمضان؟ والله الحمد لله قاعدين رمضان الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. وفاء طبعا انت جاهزه حق المسابقه؟ ان شاء الله. ان شاء الله ثلاثه تساعدوني ان شاء أول الله. اول مره اشارك. ان شاء الله ان شاء الله يحالفك الحظ وفالك الفوز يا رب. لكن نروح اول شيء وايدين فازوا وايدين فازوا اللي ان شاء الله الله يزينهم. ايش انت تكونين وياهم ان شاء الله يا رب. نقول حق ام هلال تفرين حق وفاء الديره ان شاء الله. ما دام انت جاهزه يا وفاء نشوف الديره وين بتوصلك ان شاء الله. يلا يلا نشوف, نشوف يا وفاء الديره وين بتوصلك وين بتاخذك. مطلع وين مطلع يا وفاء؟ يلا خير. هو خير باذن الله بس وين مطلع وفاء؟ لا تشردين من السؤال. وين مطلع؟ وين اتجاه المطلع؟ نقول شرق. يلا ان شاء الله. نقول شرق ان شاء الله. سؤالك بيكون عن الفنون الشعبيه باذن الله. ان شاء الله. وفاء خلينا نشوف الصوره، من بعد الصوره ان شاء الله انا بسالك. يلا نشوف الصوره. يلا نشوف. طالع الصوره ليش؟ يلا خير. شفتي الصوره وفاء؟ ايه. صوره شنو؟ ما في خيارات؟ لا ليه احنا يعني ما سألت اللي شفتيه ما عرفتيه بقرقاعون؟ ايه قرقاعون. ايه بس عاد شنو الشغلة اللي فيها هناك في الصورة؟ الفريسة؟ الفريسة ايه. يا سلام الفريسة دائما احنا نشوفها واحنا صغار في كل إيه؟ المناسبات الشعبية تقريبا، ولها ميزة خاصة عندنا احنا تحديدا اهل البحرين. وشفنا إيه الصورة معاك الحين السؤال إيه؟ يقول شفتي الصورة طبعا صح؟ إيه إيه. سؤالنا يقول
شنو الاسم العربي للفريسة؟ الفريسة هو الاسم الشعبي، نبي الاسم العربي، هل هو الكرج أو العروس أو الخيل؟ عندك 30 ثانية. الاسم العربي ركزي، الكرج أو العروس أو الخيل؟ ما أدري، أنا أحس العروس. يا يما تبادلك تبادلك، هو قال لك شنو الأولانية شنو هي؟ الكرج شنو هي الأولانية؟ وفاء وفاء كرج. الكرج مثبت على الكرج. إيه ثبت خلاص. مبروك عليك 100 دينار. وفاء الاسم العربي والكرج، هذا بعد خذيت من ام هلال شوي ضغط على الحرف شوي. اي 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 مبروك مبروك عليك 100 دينار من شركه بتلكو، تستاهلين كل خير. اي الله يخليك. آه. الحين وين؟ يلا نفصل السؤال عندي. ان شاء الله. يلا السؤال يقول يا وفاء، من هو اول مطرب بحريني يسجل اغانيه على اسطوانات؟ نشوف الخيارات، هل هو محمد بن فارس، ضاحي بن وليد، او محمد زويد؟ محمد زويد. احسنت ثبت. لا واضحه وفاء. واضحه وايد وفاء. محمد زويد. الف مبروك يا وفاء، هذه 300 دينار مقدمه من شركه بتلكو، بتوصلين معنا. بتوصلين ولا بتنسحبين؟ لا بنسحب. الحمد لله. بتنسحبين؟ اي اوكي الحمد لله. شو رايك فيها؟ تعجبيني. يا سلام عليك. تعجبيني. يعني وايد زين هاللون. يعني نقول مبروك. انت راضي ومقتنع. مبروك عليك يا وفاء، الف مبروك. مبروك عليك يا وفاء. ولال على طاري الاسطوانات، حق مين كنت تسمعين قبل؟ كنت تسمعين حق احد؟ يعودوني يعني صدق انه عارف مال الاول وكذي، بس على ايام زويد ومحمد بن فارس لا. ليه الحين؟ ليه الحين؟ الحمد لله. إيه؟ بس يعني ولا عقب ما كبرتي كذي بلا سمعتي؟ إيه لا منكر، اول ما سمعت اسطوانات حق طلال مدوح. يا سلام عليك. الله يرحمه. راعية ذوق. الله يرحمه. الله يرحمه. إيه؟ طلال المدوح. مشاهدينا ايش رايكم الحين نطلع فاصل سريع وراجعين من بعده الى برنامج او مسابقات الساريه، خلكم قريب ولا تبتعدون. للمشاركه في برنامج المسابقات الساريه الرجاء الدخول على موقع المسابقه www.assaria.tv وتسجيل البيانات المطلوبه، الاسم الثلاثي، رقم الهاتف والرقم الشخصي، ثم الضغط على زر المشاركة. مع تمنياتنا لكم بالتوفيق. رجعنا لكم مشاهدينا من بعد الفاصل، واسمحوا لي أكرر شكري لسيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة الداعم الأول لهذا البرنامج، وأيضا إلى لجنة رياضات الموروث الشعبي وكذلك شركة بتلكو على دعمهم الكبير لبرنامج السارية. مشاهدينا أما الحين خلونا نشوف سؤال مسابقة السيارات وطريقة المشاركة وراجعين بإذن الله. الخليفي بدا زين المثايل، هيضه نوض براق ينوض، بارج في ثقيلات المخايل، سامر بالدجا برقه عروض، ينثر الغيث من وبله حمايل، راسي واني مشيه يروض، جعل يسقي لنا ذيك المسايل، من بلادي ويروي كل روض، دارنا وامنا دار الحمايل، كل دار سواها ما تعوض. للدخول في السحب على جوائز السيارات في برنامج السارية، أرسل كلمة موروثنا عبر رسالة نصية قصيرة SMS عبر الأرقام التالية: بتلكو 94444، زين 94499، STC
88 880. تكلفة الرسالة 500 فلس. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. هلا نورتونا بطيته وكنا اليوم شوي. زين أهم شيء جهز القدوع. سولفي لنا شوية مهلا عن هالقدوع الطيب. هالقدوع الطيب هذه قدوع نحن مال الأول. شوفوا شلون خصوصا عاد في رمضان للقيمات البحرينية الأصيلة العادلة اللي بالدبس شيرتها دبس مو شيرة صناعية لا دبس. هذه الأصل دبس تمر والكباب. يا سلام واللعد الكباب يا الله السلام. لخنة ولبنة سلام عليك. لكن عاد قولوا لي من وين من وين هذا شغل مطعم الدعوس. يا سلام بالعافية. يا سلام على مطعم الدعوس. ما شاء الله عليك ام هلال نيلة يعني من من من, من تشرح لنا عن اللي عندها تحل الشغله بزياده ما شاء الله. ويدش خاطرنا فيه يصير اي والله. بس عاد احنا ما نحط في خاطرنا شيء. ايه ما شاء الله علينا ابدا. من يقولون ان ختامنا جمنا على طول. مشاهدينا حابين نذكر الفائزين في المسابقة أن استلام الجوائز راح يكون عن طريق لجنة رياضات الموروث الشعبي. عندهم بيانات الفائزين وبيتواصلون معاكم لتسليم الجوائز بإذن الله. أكيد طبعا أم هلال ونيلة نرجع إلى المسابقة وناخذ أكيد مكالمة جديدة معانا. نقول ألو مساء الخير حسين. أهلا وسهلا. كيف حالك حسين شلونك؟ الحمد لله. طمني عليك. الحمد لله بخير. شلون رمضان معاك؟ الحمد لله والله. الحمد لله جاهز معانا حسين حق المسابقة. تسلم الغالي. نعم. يلا نروح عند أم هلال ونفر الديرة معاها. يلا يا حسين ما دام إنك جاهز نشوف الديرة وين بترسي. يعني وهي تفتر الديرة يا حسين قول يا رب تيك الخمسمية. ادعي يمكن دعاك مستجاب. إن شاء الله إن شاء الله. يا رب يا رب. إن شاء الله. شوف يا رب. لا. يا سلام يا حسين. لا خمس لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. ما شاء الله. تستاهل يا حسين تستاهل يا يمه. مشكورين مشكورين. دعوتك وايد مستجابة كانت ما شاء الله عليك في هالشهر الفضيل. إي والله. مبروك عليك يا حسين. مشكورين ما قصرتم. عليك دعوة. بالعافية يا حسين تستاهل السارية. إن شاء الله يا رب. يا رب يا رب مبروك يا عليك مبروك. مبروك. مبارك حق حسين طبعا. إيه نعم. السارية اليوم هذه ثاني وحدة تطلع اليوم ايش رايك؟ الحمد لله. قولي عادك. مرة ملك. دعوة هذه احنا حسين. صلاة على النبي محمد بمرة ملك. فايزة وحسين اليوم. فايزة وحسين. اي والله مبروك عليكم. مبروك عليكم. ناخذ اتصال الثاني نقول الو مساء الخير يا ابراهيم بارك عليك الشهر. ابراهيم مساء الخير. ابراهيم. ابراهيم انت على الهواء معنا مساء الخير. مساكم الله بالخير. مساك الله بالنور. يعطيكم العافية. عساك على القوة إن شاء الله. مبارك عليك الشهر يا إبراهيم. مشكورين على هالبرنامج الطيب. حاضرين. أهم شيء أنتم مستفيدين من هالمعلومات. إبراهيم أرفع صوتك ولا عليك أمر. أكيد أكيد. أهم شيء أهم شيء هذه غايتنا أن احنا نرسخ هذه المعلومات عندكم المعلومات الشعبية والموروث الشعبي. إبراهيم إن شاء الله تكون جاهز حق المسابقة. مدام معي ام هلال انا جاهز. يا سلام واحنا لا ها ابراهيم بس على ما في مساعدة. تسلم تسلم يا ابراهيم. ابراهيم ان شاء الله تكون جاهز. الله يرزقك. هي الخير والبركه. الله اكيد ما نستغني عنها خير والبركه اكيد. ابراهيم قول يا رب تطلع لك الساريه للمره الثالثه اليوم. يا سلام. انا حتى لو ما طلعت الساريه معاي ام هلال ولا اخاف. يا عيوني الله معاك ان شاء الله معنا كلنا الله ان شاء الله مع الجميع باذن الله. واحنا كاسبينك ما شاء الله عليك. يلا يا يبا ما دام انك جاهز ومستعد نشوف الديره وين بترسيك. يلا يا حسين نشوف الديره وين ترسيك. وين راح توقف الديره معاك يا حسين؟ الياه حسين وين الياه؟ حسين معاي؟ ابراهيم ابراهيم سامح ابراهيم, إبراهيم وين الياه؟ الياه؟ اي معافي شمال شمال. اي نعم سؤالك بيكون ان شاء الله يا ابراهيم في تاريخ البحرين. خلونا نشوف السؤال مع ابراهيم. سؤالك ابراهيم يقول
ما هو الاسم القديم لإدارة التسجيل العقاري؟ إدارة ما في اختيارات للأسف. سؤالك يقول ما هو الاسم القديم للتسجيل العقاري لإدارة التسجيل العقاري؟ مهلات الحين هذه اللي يبنون بشنهاو بالطاق اقول لك الطاق الطاق على حسب معلومات ان الطابور اي اي شنو قلت ابراهيم الطابو اي اي ايوه نثبت لك يثبت لك نثبت لك طابو 100 دينار مبروك عليك ابراهيم مقدمه من شركه بتلكو تستاهل ايه الله يرحمه والديه ابراهيم عمري مواصل ما يامر عليك عدو ان شاء الله ولا ظالم ان شاء الله مواصل معانا حق 300 اقول لك ما دام معي لا لا انا مواصل رايح يا سلام سمعت هي اقول لك ما دام انت معاه ومواصل رايح عسى فيها اختيارات فيها اختيارات ان شاء الله باذن الله انا سؤالي كان للاسف بدون اختيارات بس حاولنا معاه انا ان شاء الله بسالك السؤال الثاني ابراهيم متى تم افتتاح اذاعه البحرين اذاعه البحرين اسمع الخيارات 1 سبتمبر 1953 3 يناير 1954 ولا 21 يوليو 1955 من 3 ايام ما ياني خبر ضاع على قلب المولع وعلى لا 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 يا يمه لا يعني كلامك كان يا يمه ابراهيم ارفع صوتك ارفع صوتك يمه يعني خلاص الثالثه ثابته الثالثه ثابته كلامك يعني 55 ثبت 55 حق ابراهيم فعلا 21 يوليو 1955 وهذه 300 دينار مقدمه من شركه بتلكو خلنا يا ابراهيم نشوف هذه التقرير معاك وراجعين ان شاء الله افتتحت اذاعه البحرين في عام 1955 للميلاد وبالتحديد في شهر يوليو في احتفال رسمي تحت رعاية المغفور له صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة حاكم آنذاك باسمه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية هذه الدار التي ستحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي ولتحافظ على ما هذه البلاد من صلاة الودية والفكرية إذ بها تتحقق اليوم قيادة السامية من الغاية التي تسعى إليها حكومتنا دائما فعلى شعبنا العزيز أن يساهم مساهمة فعالة نحو هدفنا القويم ألا وهو إسعاد هذا البلاد والتقدم إلى الخير والسعادة فتستمح للشعوب إلى ثمار جهودكم وستحملون على الأثير اسم هذه البلاد العزيزة فبذلك تكونون قد أديتم بعضا لهذه الوطن عليكم من واجبات والسلام عليكم ولقد كانت كلمة الافتتاح التي ألقاها نبراساً لهذا المشروع الكبير لقد بدأت الإذاعة ومنذ تأسيسها ببث برامجها مدة ساعة ونصف الساعة يومياً عدا المناسبات والأعياد فكان إرسالها يستغرق ساعتين ونصف ثم تطور الإرسال إلى 3 ساعات وكان صوت البحرين من خلال الإذاعة يصل إلى الأقطار المجاورة وكانت ترد إلى الإذاعة رسائل عديدة من الأقطار المجاورة يطلبون فيها زيادة الإرسال وإذاعة الأغاني الشعبية وبالرغم من محدودية ساعات الإرسال وقوته فقد توافد على الإذاعة شخصيات كبيرة وفنانون من كل الأقطار العربية واستمرت إذاعة البحرين في تطور مستمر إلى أن افتتح أمير البحرين المغفور له بإذن الله الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة مبنى الإذاعة الجديد بوزارة الإعلام في 18 من شهر يناير من عام 1982
طوال هذه السنوات نالت إذاعة البحرين والعاملون فيها كل المساندة والرعاية من قبل القيادة والحكومة الموقرة، مما ساهم في تطورها ووصولها إلى ما وصلت إليه الآن من تطور أسهمت خلاله الإذاعة في نشر الوعي المجتمعي بمختلف جوانبه. طبعا ابراهيم ليه معانا؟ ابراهيم مثل ما شفت ما شاء الله ان احنا عندنا اذاعة البحرين متأسسة من 1955، واحنا اذاعة البحرين من اول الاذاعات اللي تأسست في هالمنطقة. صحيح ما شاء الله. صحيح يعني من زمن طويل. ابراهيم عاد انا ضروري يمكن تكون معنا على الخط، بس ابي اسال ام هلال حبيبة قلبك. ابي اسالها طبعا ام هلال، اكيد لك ذكريات عديدة مع الاذاعة وتحديدا في المسلسلات اللي كنت تروحين، واتذكر من قبل قلتي لي انه وانت صغيرة كنت تروحين السجلين، فنبي نسترجع شوي ذكريات معاك في الاذاعه، وشنو المسلسلات اللي قدمتيها؟ يا سلام على اذاعه البحرين. طبعا الكل عرف وهذه المعلومة ظهرت واضحة وقالوها. نعم. أن البحرين أول إذاعة ظهرت في الخليج. صحيح. هي يعني وذكرياتي أن أنا دشيت إذاعة البحرين وأنا عندي 11 سنة ما شاء الله. إيه صغيرة وكنت أمثل أدوار يعني المرأة العودة أو العيوز، وشنه التمثيليات وتمثيليات الأسبوع 30 ليلة رمضان. يا سلام. إيه يعني شو اقول لكم، اشتغلت مع المخرج عبد الواحد درويش. نعم. مع المخرج عتيق سعيد الله يرحمه. الله يرحمه. اقدم لهم التحيه والله يرحم اللي توفى. اللهم امين. اشتغلت مسلسل ضرب ضربته نفس ام هلال. ايه؟ كان اسمه فرج وسلامه. غنيتي لي اياها انت من قبل. اي يا مستمع اسمي فرج مرتي سلامه يا ربع. ايه؟ الشين فيها من طبع المستحيل تبقي اهي، كل شي بمرها يستوي، ما تخاف من الله يا فري. وشايب ولقوي وعري ولسانك يفلت يا مر. لا لا بس يا مرة هذي رمضان كل يوم تسوي المشكلة، صابر عليك طول هالزمان هالأمر ما حد يقبله. يا سلام على الذكريات. الله يرحم المخرج إبراهيم عيسى الله يرحمه. كانت لي صولات وجولات معاه في تمثيلية الأسبوع أنا والفنان عبد الله وليد. الله يعطيه طولة العمر إن شاء الله. أي والله ذكريات جدا جميلة. ومدام طرينا الإذاعة هذه فرصة أيضا نشكر مدير إذاعتنا الأستاذ يونس سلمان بو سلمان على جهوده الكبيرة اللي قاعد يبذلها في رفعة أكيد الإذاعة أكثر وأكثر، وأكيد صاغ كلمات مقدمتنا الجميلة في برنامج السارية طبعاً. فنشكره جزيل الشكر معانا ونقدر جهوده معانا أيضا. أكيد. إبراهيم البحرين كبيرة. الله يخليك تسلم يا الغالي. أكيد كبيرة بهلها. أكيد بهلها برجال ونساء. الله يخليك عليك زود. إبراهيم ها نواصل نواصل واصل يا عمي. يلا واصل لا حديد تمام قلبه قوي. السؤال اللي عقبه يقول متى تم تأسيس تلفزيون البحرين الحكومي؟ هل هو في سنة 1975 أو 1976 أو 1977؟ على فكرة ما في اختيارات، بس أنا قاعد أحاول أقرب لك المدة، يا ريت حاولت تلقط اللي أنا قلته. 1900 و ها الأولية اللي قلتها 75. أحسنت. نثبت. ثبت يا 75. مبروك عليك إبراهيم، ولا تقول بس أم هلال ها ساعدت. 75 العدو يا رب. لا أنا كنت مستعدة. إيه لا طبعا أنت جاهزة بكل قدراتك. ألف مبروك. طبعا بدأ البث الملون سنة 1900
73 أكيد، وكانت هناك شركة تجارية بعدين تحولت إلى إلى جهة حكومية أكيد طبعًا. ما أدري إذا تذكرين أم هلال الشركة اللي كانت معاهم كانت RTV تذكرينها؟ نعم. وإحنا طبعًا أول تلفزيون ملون في الخليج ما شاء الله. ما شاء الله فتحنا بالملون طبعًا. وما زلنا كل يوم نقدم يعني نوت بلاك أند وايت في كل شيء، ولله الحمد من فضل ربي سباق البحرين. الحمد لله رب العالمين. في العلم، في الإذاعة، الإعلام، الطب، الطيران، الشرطة، التمريض، الدكاترة. يا زين البحرين وهلها ودلها وصنعها وعدولها. يا زينها، ومثل ما قال إبراهيم كبيرة يا البحرين بهلت وناسك برجالك ونسائك. مشاهدينا خلونا نطلع فاصل قصير وراجعين لكم نتواصل معاكم مع مسابقات برنامج السارية. للمشاركة في برنامج المسابقات السارية الرجاء الدخول على موقع المسابقة www.assaria.tv وتسجيل البيانات المطلوبة، الاسم الثلاثي، رقم الهاتف والرقم الشخصي، ثم الضغط على زر المشاركة. مع تمنياتنا لكم بالتوفيق. السلام عليكم، وغبقتني وصلت يا ام هلال ونيله. هلا وما قصرتوا وما قصرتوا. صلوات على النبي محمد. يا سلام عليكم. الخضره مسدحه، اي الخضره والروايح والهريس. سلام، تسلم الايادي والله ما قصرتوا. اشوف اساعدكم. صلوات على النبي. يا سلام تسلم الايادي والله ما قصر. هو ثريد والعيش وكباب يا هريسه القيمات. القيمات يا سلام عليكم. يا سلام ابد طب وتخير طب وتخير. عاد وصلنا احنا للختام مشاهدين، اسمحون اليوم غيرنا القعده والله، خاطرنا نقول لكم كلكم تعالوا معانا وعطيتكم، لكن ان شاء الله احنا نذوق وانتم تشبعون ان شاء الله. نشكر اكيد طبعا مطعم الداعوس. مطعم الداعوس، واحنا نقول نيلة اكيد طبعا وصلنا لختام برنامجنا. نشكر سمو الشيخ ناصر بن حمد الداعم الاول لهذا البرنامج، واكيد لجنه رياضات الموروث الشعبي، وايضا شركه بتلكو كلهم على دعمهم الكبير لهذا البرنامج. متى نلاقيهم؟ نلاقيكم بكره باذن الله الساعه 10 ونص الى الساعه 11 ونص على شاشه تلفزيون البحرين. تصبحون على خير ومع السلامه. تصبحون على خير. بسم الله بسم الله.